المهدي مع ابو غفير السندي. هادي العبد المهدي مع ابو غفير السندي. هادي العبد المهدي مع ابو غفير السندي. هادي العبد المهدي مع ابو غفير السندي. والله هي حقيقة أبرز المطالب أنه السبب تأخير المنح المادية أكثر الاتحادات صار تلكؤ عمل بآلية عملها بسبب تأخير منح صرف الرواتب للاتحادات. يعني تعرف أنت ما تقدر تقيم بطولة إذا ما عندك مادة. يعني إحنا بطولة قمناها بجهود فردية بطولة الأشبال والناشئين، بعدها بطولة المتقدمين أو الشباب ما قدرنا نقيمها بسبب تأخير المنح، تأخير صرف الرواتب. هاي المشكلة حقيقة. أكيد أكيد طبعا التظاهرات تستمر، إحنا إذا ما حصلنا مطالبنا يعني أكيد لازم الأشخاص المسؤولين وزارة الشباب الرياضة بالأولمبية لازم يعني أكو حل هاي المشكلة. شيء أكيد راح يصير تلكؤ بعمل الاتحادات كلها بسبب عدم صرف الرواتب، عدم صرف المناح، مشكلة كبيرة. تدخلات الوزارة في عمل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وهاي الرواتب مقطوعة صار لها شهرين، تدخلات غير منطقية وغير صحيحة. زين لجنة أولمبية لجنة مستقلة ما لها علاقة بأي وزارة، تدخلات خارجية لا لها لا أول ولا آخر، وتدخل بعمل الوزارة هي توقف كل النشاطات الرياضية. زين وعليه نطالب كل الوزارات، وزارة الشباب والتدخل ضروري، يتدخل رئيس الوزراء لحسم هذا الموضوع، والا ستكون الامور لا يحمد عقباها. وهذه الموظفين كلهم يعني ها صار لهم شهرين متوقفه، لا رواتب لا شغل لا وضعيه لا هاي، على شيء ما له مبرر. فنطالب رئاسه الوزراء، نطالب الجهات المعنيه بحسم هذا الموضوع، لان احنا بلد ديمقراطي وبلد يدعون بالحرية والديمقراطية، وهم نفوا كل مبادئ الحرية والديمقراطية. حقنا نطالب، احنا ما جايين احنا نطالب حقنا، لان انا قاعده باجهار، شنو ذنبي اني؟ شنو ذنبي شهرين ماكو راتب؟ يعني اول ما طبوا للاولمبيا فلشوه تفلش، احنا اهل واحد، يعني احنا اهل طيبه وحده، واحد حين على الاخ، واحد يوكل الاخ، ما يعني ما واحد، يعني هسه مديرنا يعني تريق ويانا يحاكينا ينصحنا يطبق ويانا. احكي على رعد حمودي، رعد حمودي الله يعطيه العافيه ويخلي جهاله، هو من خير من قبل، هو من خير لو حامد الرعد، هو من خير من قبل، هم اكو وراني
لو استاذ سرمد، استاذ سرمد البارحه جاني يبكي وياني، يعني المفروض هم يطبقون يعني. يعني هسه احنا شو مسوين؟ احنا شو مسوين؟ قول لي. يعني ابني قاعد بالاجارات، انا قاعده بالاجارات، فلوس ماكو، يعني شو نسوي احنا؟ صار لنا شهرين، هو راتب 520 ما يكفي، ابني ما يكفي، علاج وادويه تجي ما اقول لك. يعني احنا نريد حقوقنا، ما نريد شيء، والله ما نريد شيء. دنداوم والله، صار يعني والله اطلع من الصبح، والله حتى بيتي ما اتريق، اجي القيهم هم مسوي ريوق، هم اهل الخير. احنا ما نحكي، احنا يعني اطالب، يعني اريد حقوقي، اريد حقوق العالم اللي وياي، الشباب هذول شنو ذنبهم هذول الشباب؟ شنو احنا هسه يعني مرتنا بالشارع؟ هو راتبنا شنو؟ اني يعني مال واحد يحكي على استاذ سرمد ما اقبل، مال واحد يحكي على رعد حمودي ما اقبل، عيط بحلو صوتي، ما حد ما يحكي على مدارائي. هذول يعني هذول اخوتي، هذول ولدي، هذول هيش بس يوم ولا واحد غثني من عندهم، هم يساعدونا بس يوم ما طبت دقيت الباب واحد طردني. هذا هم الولد قاعد اجار، استاذ احمد وياي هم قاعد اجار، وهاي ظروفنا هاي صعبه كلش. يعني ما الراتب ينقطع مع، يعني شلون ليش ينقطع؟ ليش ليش؟ شو مسوين؟ احنا على ما يقطعون رواتبنا. انا ما طالب اسبوع الراتب، انا اليوم اريد راتب. يعني ها ترتبلوني، يعني انا اسوي شيء بنفسي، هم اعطيتوني راتب، يعني تقبل ابو الاجار يذبني بالشارع؟ الصور قاموا يشون وياي قالوا لي احنا نعطيك عوائل، والله والله اصحاب عوائل. انا يعني الدواء، الدواء ما اقدر اجيبه لابني، قول لي دوايه بطلت اشربه، يعني امشي منها انا اتخربط واوقع. الناس ابني الشبعان يدري بالجوعان؟ شنو ذنبي انا؟ يعني جهالي، يعني تطب عليهم تبكي، يعني انا بيتي لو يعني عندي بيت حلال والله بطل ما اشتغل ولا طخ راسي لحد. اجار ابو الاجار مدى يصدق بي يقول لي اريد اجار، شنو ذنبي انا؟ هم ما بيدهم حل، ما بيدهم حل. اقول لك احنا اهل باللجنه الاولمبيه غير الطب، اكون تجي والطب باهل، ما تعرف واحد اكبر من الاخ. الصور استاذ سرمد يفوت يسلم علي واني منظفه، اضحك اقول بقى استاذ سرمد اليوم سلم علي، يقول لي بابا شنو انت ايش تحكين؟ لو استاذ حامد، استاذ حامد ما ياكل اللقمه، هام يعطي الفقر كله يوزعها، حط له صمونه، الدواء يجيب لنا اياه كليتنا مو بس انا. انتوا تجون تطلعون هذول من عندهم احنا نموت؟ لان ما نلقى احسن منهم. اولا خرجنا لمطالبه بحقوقنا برواتبنا، يعني صار لنا اكثر من 55 يوم رواتبنا واقفه، واحنا اصحاب عوائل. انا بدي احكي صاحب 3 اطفال زين، وثلاثتهم مدارس، وقاعد ايجار، الله الشاهد بيتي واقع، وقع بهاي المطره الاخيره زين، وقع بيتي بهاي المطره الاخيره زين، وابو الايجار مثل ما حكيت وياك الاخت هنا زين، ابو الايجار حاصرنا على الايجار مالت زين، نقول له يابا احنا ما ماخذين، موقفين رواتبنا، يقول انا ما اعرف زين، اعطوني الايجار. يعني هسه انا اليوم زين ثق بالله مداني الفلوس وجاي وياي زين، في سبيل جاي يعني ويا جماعتي اطالب بحقي زين، وانا من عندكم اناشد رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الجمهوريه بتدخل لحل هذه القضيه واطلاق رواتبنا زين. احنا اصحاب عوائل زين، عندنا مرضى، عندنا طلاب مدارس زين، يعني لا مصرف، الله شاهد لا شيء عندنا بالبيت زين، احنا شنو ذنبنا؟ يعني هسه انا مثل ما قلت لك هسه قبل شويه مداني الكربه وجاي ويا جماعتي زين، واحنا نناشدهم من عندكم زين يعني التدخل لاطلاق رواتبنا. خروجنا اليوم هو طبعا هاي كل موجودين هم رياضيين ابطال يمثلون الاتحادات الرياضيه واللجنه الاولمبيه. نحن كرياضيين نطالب حقوقنا الشرعيه وليس الغير شرعيه. هناك مطالب تختلف عن مطالب الرياضيين. وهو هناك صراعات بين اللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب وبعض المتطرفين الذين دخلوا الانتخابات ولم يفوزوا. وهذه الصراعات ادخلتنا في صراعات داخليه، منها رواتب الموظفين ورواتب اللاعبين الابطال. انا كمدرب منتخب بطني اعاني من هذا الشيء، اللاعبين لم يحضروا الى وحدات تدريبيه. ما اتم اجور نقل. زين وين نروحنا؟ حضرنا اليوم نطالب حقوقنا الشرعيه وليس الغير شرعيه. ونطالب رئيس الوزراء
الدكتور عادل عبد المهدي أن يقف معنا في هذا الموقف، لأن الأولمبية كيان غير تابع لأي جهة، خاص لا للوزارة ولا لأي جهة، تابع للدولة العراقية فقط، ونحن نمثل الدولة وأبطالها، كلها أبطال آسيا وأبطال العرب وأبطال العالم اجوا اليوم، حتى واحد شيء مخجل يحضر اليوم يداعى براتبة حق الشرعي. طبعا في هالمظاهرات طبعا احنا كل احنا رياضيين تابعين تحت شعار اللجنة الأولمبية، احنا مدربين منتخبات وطنية، توقفت الرواتب مالنا صارنا شهرين واحنا ندرب فئات براعم وناشئين، وهاي ما نعرف شنو المصير مالنا، هل نستمر بالتدريبات نمثل العراق او نتوقف ونشوف العراق وين راح يصير، هل هو عراق او غير عراق. احنا نطالب بحقوقنا، الرواتب المفسدين تعرفوهم، الحرامية تعرفوهم، السراق تعرفوهم، اي حرامي اي سرقة هناك اكو قضاء عراقي يصدر خلال 24 ساعة القاء القبض، مثل ما يصدرون القاء القبض على ارهابي خلال 24 ساعة يصدرون القاء القبض عليه خلال 24 ساعة، ويقدرون يفتحون وياه ملف ويدبوه بالسجن ويعتقلوه. شنو ذنب الرياضيين احنا كابطال بطل عربان وهسه حاليا مدرب منتخب وطني بالجودو، شنو ذنب انا متوقف راتبي؟ احنا انا عندي عائله وعندي اطفال وهمات، هو شنو؟ راتب بسيط احنا قاعد ناخذ مجرد يودينا ويجيبنا، مو راتب. احنا الدوله ما مطت لنا رواتب ابد. شغله بسيطه مخصصات نقل، حتى المخصصات نقل وقفوا علينا. خلي يفكرون مثل ما هم يفكرون برواتبهم 4 ملايين 5، احنا راتبنا 300,000 و150,000 اللاعب. لاعب مثل العراق راتبه 150,000 توقفوه، هاي انتم عينكم على هذا؟ لو عينكم على 5 ملايين و10 ملايين. احنا نطالب بالاصلاح، الاصلاح الصحيح، مو بس ننتقل الاصلاح، الاصلاح الصريح الحقيقي. احنا صار شهرين بلا رواتب، اكثرنا نازلين بالايجارات، يعني وانا الوحيد نازل بالمقبره ما انجليز، يعني لا عندهم ذمه ولا ضمير. صار يكذبون علينا، هذا صار تقريبا 20 مرة قاعد شو يقولون؟ يقول راح تطلق الرواتب، راح تجيكم الرواتب، وهذا كله تخدير أحصاب، يعني يخدرون أحصابنا. احنا شنو ذنبنا؟ عالم قاعدة بطالة، عالم بعدها لا قوت، بعدها رزق غير هذا، ليش هاي هالشكل ويانا؟ شنو؟ يعني هو يا اللي يجي، احنا الأولين ما سوينا شيء، قال التوزير الشباب ما مش على الأولمبية، الأولمبية من قالوا ولا هي شارت، هي اللي أم المحافل الدولية، هي الأبطال تجي منها، هي اللي كانت تروح لكافة الدول وترفع العلم العراقي، مو هذا. شنو هسه اللي حصلنا؟ يعني إنه إحنا تعبنا وقتنا، أنا صار لي 30 سنة بالأولمبية، والله 30 سنة على هالراتب عايشين، ما عندنا غيره، وإيجار قاعد، يعني ما يصير هذه. خلوا عينكم بعين الله شوية، انتبهوا إنه يعني مو بس واحد يباوع نفسه، ال500 ناخذها لو تحطها بجيب ابنك شو اسمه سوق ما تكفي له، يعني يوم ما تكفي له، بس احنا قابلين برزقنا ونقول ألف الحمد لله والشكر. نحن موظفين اللجنة الأولمبية ومحسودين ومشردين من قبل أناس دخلاء على الرياضة، زين، ولا ذنب لنا، زين. أنا موظف ومحسود على راتبي، والآن أنا ملكيتي وصاحب إيجار وصاحب 4 أطفال، هاي ملكيتي أنا موظف، زين. شنو ذنبنا؟ شنو ذنب هاي العالم؟ شنو ذنب الأبطال؟
زين صار شهرين بدون راتب. الناشد رئيس الوزراء والناشد الاشخاص المعنيين بحل هذه الازمه. طالبنا برواتب موظفين الاولمبيه، صار لهم شهرين خطيه ما عندهم، ناس تعبانه وراها ايجار وراها مولده وراها عوائل، طالب برواتبهم، اعطاء رواتبهم من قبل معالي وزير الشباب، اطلاق الرواتب. اليوم بس الموظفين، ما اجى اي طرف من اي مكان، كل الموجودين هنا موظفين والاعلاميين، وشفتوا انتم اليوم اريدكم تنقلون الحقيقه، الرواتب لازم ترجع للموظفين. مطالبنا كون احنا من اللاعبين القدامى في الاولمبيه، وعده حفنا السنين صار لنا. اجت جو عالم يدخلون بالاولمبيه، هم خارج عن اطار الرياضه. الاولمبيه ما حد يقدر يندق بيها. وقفوا رواتبنا صار شهرين. ايه، واحنا نطالب من رئيس الوزراء ومن وزير الشباب اطلاق رواتبنا اجلا ام اجلا. واحنا صاحبين عوائل كلها فقره ويعني مظلومين يعني. اترجاكم هذا احنا ما طلعنا هيك، طلعنا الى تصريف رواتب الاولمبيه. وكل انا فقره وراتب، هاي اسمع الفقره. وانا تاريخ الرياضي بال 69 لاعب منتخب العراق كره السله وضابط متقاعد. اي، وانا طالع برتبه عميد من الاولمبيه من نادي الشرطه الرياضي. انا لاعب ما سله، وكنا الواعب وانا الكابتن ويا زميلي من ال 69 الى حد الان. ما صار هيك شغله في الاولمبيه. بعد دخلوا انا اشاهدهم عصابات جايين لتفريق الاولمبيه وتفريق هذا. اي، وانا اترجى منكم هذا ارسال صوتنا الى المسؤولين والى كل من يسمع كلامنا، واطلاق رواتبنا حالا. واذا ما انطلقت رواتبنا عندنا اعتصامات ويشوفون المشافي بعد بالمستقبل. يطلقون رواتبنا احسن لهم ويصفون الامور. والاولمبيه ما يدخلون بعد بيها، لا وزير الشباب ولا احد، الاولمبيه مستقله. واني وحسب القانون احنا ما نتجاوز القانون، حسب القانون احنا رواتبنا ما يصير رواتب ما تنطلق، رواتب ما عليها ما تتاثر بكل احد، بكل احد ما تتاثر. والرجاء ارسال صوتنا الى المسؤولين وعسر يعني ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، البدايه نرحب بكم بحضور هذه التظاهره وليست المظاهره اللي قامتها اللجنه الاولمبيه للحصول على استحقاقات الرياضيين والمدربين وموظفي اللجنة الأولمبية بسبب انقطاع رواتبهم لمدة 3 أشهر. وتعرف أنت الرياضة إذا ما بيها دعم مادي أو للرياضيين، أنه الرياضي اللاعب المنتخب أو لاعب النادي يحتاج إلى مخصصات نقل. وهناك بعض الأشخاص حاولوا أن يجيجون الموقف بحجج واهية بأن هناك فضائيين. أريد أشوف الفضائيين، هاي اللجنة الأولمبية، هاي نص العدد اللي حضر، العدد اللي عندهم ارتباطات وأشغال وما حضروا، هذا العدد هل هاي يدل على أن هناك فضائيين في اللجنة الأولمبية؟ فهناك بعض الشخوص اللي حاولوا اللي فشلوا في الحصول على مناصب ووطأة قدم في اللجنة الأولمبية عن طريق الانتخابات أو الفضائيات، أو بعض الإعلاميين الذي كان لهم دور أساسي في فشل الرياضة لعدم ظهورهم، فحاولوا أنه في هذا الوقت يظهرون في وسائل الإعلام لاستحصال حب الناس والجماهير. فإحنا نطالب ونناشد تدخل السيد دولة رئيس الوزراء لرعاية الرياضيين وإرجاع الحق لهذه الشريحة التعبانة، يعني لأن الرياضة تعبان الآن، يحتاج إلى دعم يعني عالي من تحقيق الإنجاز. إحنا في أيام النظام البائد كانت متوفرة كافة، لكن ماكو إنجاز. حاليا إحنا الحمد لله أكو عندنا إنجاز على مستوى الآسيوي ومستوى عالمي ومستوى عربي، بدنا نحقق إنجازات. وراح إن شاء الله الرياضيين مستمرين في تحقيق الإنجازات سواء أبت أم شاءت وزارة الشباب والرياضة. طبعا احنا نتظاهر لاجل هاي الغايه. طبعا ابسط حقوقنا نطالب بها هي 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 صرف رواتب للموظفين وصرف رواتب
للاتحادات. تعرف الاتحادات اذا ماكو دعم من اللجنه الاولمبيه وزاره الشباب الاتحاد يوقف نشاطاته، واحنا كل واعيب منتخب قمنا نسافر بطولات على حسابنا لان دعم مادي ماكو. نطالب من وزاره بالناس المختصه يشوفون لنا حل هاي المساله. يعني رياضه انعدمت بالعراق، يعني شلون نبقى احنا مننافس على مستوى العالم؟ احنا نريد من قناتكم الناشد اللجنه الاولمبيه لوزاره الشباب تقدموا لنا شيء يرضي الرياضيين كلها. احنا مطالبنا ما نطالب اكثر، حقوقنا رواتبنا زين لين تعبنا، الناس تعبت من هاي صار شهرين ما مستلمين، اقل شيء ما مستلمينه هو حقوقنا زين. يعني وين نروح؟ وين نطوجهنا؟ والله العظيم اكو ناس كل شيء ضررت، اكو ناس باعت التلفزيونات مالتها وباعت الغراض مالتها هاي الشهرين. ثق بالله صديق واحد من اصدقائي ايجار ما يقدر يدفع، باع التلفزيون على مود يدفع ايجار زين. يعني واحد وين يروح؟ وين يطوجها زين؟ المن نطالب من؟ احنا حايرين بين الجهتين، طالب وزير الشباب ونطالب الاولمبيه نفسها الى متى يا اخي زين؟ صار لها شهرين عدل، شهرين كلش عانينا من يمها. ما قدمنا زين، بس اللجنه الاولمبيه هي قدمت، هي ساهمت بتقديم هذا الشيء. ها؟ الوزير اصلا مأثر علينا هوايه صراحه، احنا نطالبه زين؟ نطالب وزير الشباب زين بانه يحط حد لهاي السالفه، لان كلش تعبنا. زين واحد من اصدقائي شنو ذنبه في بيع تلفزيون؟ واحد ما عنده فلوس ايجار ينطي، وين نروح؟ وين نطوجهنا؟ زين المن كل انت نريد نعيش جايين زين، وهاي ابسط حقوقنا زين، وهو كل راتبنا 500,000 دينار، اذا 500,000 دينار للمواطن وهي مليارات جاي يصرفون وين يروح ما تعرف؟ المن يطوه ما تعرف زين؟ يعني شو نسوي يعني احنا؟ قال لنا والله العظيم طلعت روحنا، يعني شنو ذنبنا احنا؟ احنا فلوس ما جبنا، شنو ذنبنا؟ زين المن والله العظيم طلعت روحنا بالله العظيم، وين نروح؟ وين والله ايجار، اقول لك ايجار ما نقدر نطي، ايجار ما يقدر يطي زين. 150,000 دينار ضبنا في سبل الحسينية على مود ايجار ما يقدر يطي، وين نروح؟ وين نطوجهنا زين؟ اقول حسبي الله ونعم الوكيل. احنا جاي هنا نشوف المتظاهرين هنا اغلبيتهم ترى ناس يعني متعففه وناس يعني ما عندها ذيك القدره الماديه العاليه زين. ثاني شيء هذا الراتب هو اصلا نثريه، يعني جاي طول اذا كان للمدرب او للاعب زين، جاي طول راتب نثريه يعني يا دوب تكفي تكاسي راحه وجاي زين. ثاني شيء هذا اللاعب او المدرب شلون راح يقدر يجي يعني يلتهي بشغله يشتغل باعمار حره لو يرجع يدرب لو يرجع يتمرن حتى واس ما يظل زين. ماكو لا يعني هذا الراتب هو هذا يعني هذا رمق العيش مالته بس حتى يقدر يعيش به زين. ما عنده فلوس ما عنده، يعني اغلبيتهم هنا ناس متعففين عمي، ناس هنا اغلبيتها تشتغل يعني يلتهي بالاعمال الحره لو يلتهي بالرياضه مالته. حتى يعني جاي نشوف احنا الرياضه مالتنا جاي تنزل يوم ورا يوم. وزاره الشباب عملها محصور عن ما عمل الاولمبيه، لكن هذا التدخل السافر وقطع الرواتب حرم الشباب وحرم هاي الابطال. حتى من باكر عقبه اذا تستمر هذه راح تصير عقوبات من قبل اللجنه الاولمبيه الدوليه على الاتحادات الرياضيه بالعراق. هذه شغله خطيره جدا، وهذه يتحملها وزير الشباب شخصيا، لانه وبعدين هاي الناس اللي بدون رواتب ليش؟ هاي صار 56 يوم لا مخصصات ولا رواتب، من يتحملها؟ وزير الشباب؟ وليش؟ وشنو اللي صار؟ هاي الناس هاي كلها بدون رواتب وعندها عوائل وعندها ايجارات، شلون؟ ما يصير تحرمونا من رواتبنا، احنا ناس فقراء بسطاء، ما عندنا لا ضمان لا تقاعد، انتم المفروض تعونونا تعطونا مجمعات، تعطونا قطع، تعطونا قطع اراضي، تعطونا فشي، احنا نطالب هذا الشافس اللجنه الاولمبيه ترجع. ليش ما ترجع؟ مساحه كبيره، ملعب رياضي، 4 ملاعب دوليه، مجمع سكني، يصير كل شيء يصير يعني. هذا هاي تابع الاولمبيه ماخذيها الاتحاديه، ليش؟ خلى هذا المنبر هو يصير ملعب رياضي هناك سنتر بغداد. نطالب من رئيس الوزراء ترجع املاك الاولمبيه. لا وكل العالم العالم كله، وزاره الشباب تبني، والاتحادات
كرة القدم وبقية الاتحادات وكل الألعاب منضوية تحت لواء الأولمبية. صحيح. الآن هذا كفر، هذا تدخل سافر. وبعدين أنتم لمن تحاربون؟ أنتم تحاربون العراق؟ ده تحاربون الناس الأبطال المتألقة اللي جابت إنجاز للبلد؟ ليه؟ هسه أنتوا 500 راتب 500 قاع ما عندنا قاع، والله شبر بهالبلد ما عندي. انطونا قياعين الاملاك الاولمبيه، ابنونا مو جماعه سكنيه، لان ما عندنا ضمان، ما عندنا تقاعد، وين نروح؟ احنا على رئيس وزراء، على رئيس وزراء محترم، ترجع الاولمبيه القديمه اللي بشارع فلسطين، ترجع الاولمبيه القديمه بشارع فلسطين، تنبني اولمبيه، تنبني اتحاد قدم، تنبني كل الاتحادات المركزيه، ما اريد فلوس، تنبني اربع ملاعب رياضيه، تنبني مجمعات سكنيه للموظفين، الاتحادات، هذا رفع علم عراقي، رفع شرف العراق، شرف كل عراقي، هذا العراق هذا ما ينسي، هذا العراق البطيء، واحنا ويا رئيس وزراء، احنا ويا الحكومه، وفداء ودما ويا الحكومه، كنا ويا رئيس وزراء، باوع علينا احنا مساكين، ما عندنا من النظام السابق، وهذا الوقت ما عندنا شبر البلد، انا جاي من المحافظه ما عندي مخصصات. ما عندي فلس احمر، انا ما اطالب، اذا عندكم مشاكل بيناتكم، احنا موظفين فقره احنا حلوا مشاكلنا الموظفين، ما عندنا منطي، يومي ابو المؤجر جايني، يومي ابو المولد جايني، منطي، والله مدافع شهر ثالث، مدافع عشان والله، مين ننطي وجهنا؟ ما يصير هذا ظلم، رجعوا املاك الاولمبيه ما اريد فلوس، املاك الاولمبيه اذا رجعت بشارع فلسطين، ترجع ملاعب رياضيه، مدينه رياضيه تصير ملعب اولمبي، مجمع سكني، كل شيء ما اريد ما عندك، انتبه علي رئيس الوزراء اللي قاعدين بيه الداخليه، هاي ملك للعراق، ملك للعراق، هذا وجه الاتحاد الدولي، اذا سويت مدينه رياضيه، اذا سويت ملاعب هذا فخر للعراق، اذا سويت هالوجوه الطيبه خطيه، مجمعات سكنيه هذا فخر للعراق، كل ترى مظلومين، ما عندنا ضمان، ما عندنا تقاعد، لا عندنا ضمان، لا عندنا كل شيء، ناس ما عندنا. جينا بسبب صرف الماده للرياضيين الابطال، ماكو صرف، فلوس ماكو، لاعبينا تقريبا كلهم يعني راح يعوفون اللعبه بسبب الماده. احنا منتخب الوطني للدراجات الهوائيه عندنا مشاركه بطوله اسيا يوم 24 بالشهر، ولحد الان معادين المنتخب الوطني، لحد الان معادين المنتخب الوطني بسبب الماده، يعني راح تروح عنا بطوله اسيا واحنا مرشحين ان نحصل على ميداليه ذهبيه وفضيه، زين، وراح تروح عنا بسبب الماده. يعني كارثه، يعني لاعب منتخب وطني ما يحصل على راتب، يعني لا ماده، يعني ما اعرف، يعني شيء والله محير. طبعا اكو جهات مستفيده، اذا ماكو جهات مستفيده ما يسوون هيك. اخي يعني اتحاداتنا ما بيها مبالغ، احنا اتحاد دراجات عندنا بطوله اسيا يوم 24 بالشهر لازم المنتخب مسافر، لحد الان كل شيء ماكو، لا معسكر، لا مهيئين، اللاعب ما يقدر يجي يقول لك انا اصرف لي طيني، ولا اكو حجز، كل شيء ماكو. يعني هسه احنا منتخب وطني عندنا بطوله اسيا، تعرف شنو بطوله اسيا؟ اهم بطوله هي على مستوى اسيا. امثل العراق، انا عندي منتخب هسه راح يقعد بالبيت بسبب الماده، يعني مو حرام؟ حرام هيك، والله حرام. في حال لم تنفذ هذه المطالبه تستمرون في هذا؟ احنا مستمرين ان شاء الله، مستمرين، بس راح تنتهي لعباتنا، راح تنتهي الرياضه مالتنا، راح تنتهي بسبب الماده. شنو يعني هي شنو الماده؟ انت لو تعرف رواتب ايش قد، يعني حتى تضحك والله، يعني كلها 200,000 و250 و150، يعني هاي ما يقدر ينطوها الرياضي؟ يعني 150,000 ما يقدر ينطوها رياضي؟ زين، صاحب انجاز وميداليه، واحنا لعبتنا تختلف عن باقي اللعبات، احنا لعبتنا وقت طرق، يعني تطلع 150 كيلو، تطلع 200 كيلو، تطلع 180 كيلو، اربع ساعات خمس ساعات على الدراجه يجي اللاعب للبيت ما بجيبه ولا فلس، كارثه والله كارثه. والكارثه يعني بطوله اسيا احنا عندنا يوم 24 بالشهر، لازم المنتخب مسافر، لحد الان كل شيء ماكو، يعني ما راح يشارك، باقي لنا 10 ايام، وين نلحق؟ اللاعبين كلهم قاعدين بالبيت، واللاعبين كلهم هنا موجودين. زين، بسم الله الرحمن الرحيم. مطالبنا رياضيه بحته، يعني مستحقاتنا، تدريبنا توقف، احنا مو جهه سياسيه، احنا جهه رياضيه، احنا نريد الناس الرياضيين يشتغلون بمجالهم الصحيح، احنا مو جهه سياسيه، والناس تدخل سياسي صار، الناس الاكثر اللاعبين وضعيتهم تعبانه، انت لاعبين الالعاب الفرديه كلهم على الراتب والمخصصات. احنا تمريننا خمس ايام بالاسبوع، تدري كنا اقضيه ونواحي مو كل مركز بغداد، فاحنا نطالب الوزاره بان تطلق مستحقاتنا الشهريه، هاي صار شهرين احنا ما خوش.
مستحقاتهم؟ والله مستحقاتنا تعرف هاي هم ليش ما يعرفون، هم كلهم يعرفون حتى وزارة الشباب تعرف، مو بس احنا، كل الاتحادات عندها مشاركات خارجيه، كل مشاركات داخليه. زين نبقى اذا لا ما تبقى يوميه وقف الصرف، فتح الصرف. احنا ما نذلم، احنا ضحيه، يعني المقصر هو معروف المقصر منه، بيده المال منه المقصر، بيده المال الوزير. الوزير هو نطالبه احنا رياضيين متظاهرين هنا بان يطلق الصرف للاولمبيه والاتحادات، موظفين الاولمبيه ما نذنب احنا بهالموضوع، كنا صاحبين عوائل. هذا رزقنا صار، يعني احنا انا صار 50 سنه عمري العب منتخب وطني، فانا وين اروح اشتغل حتى عمان ما حد يشغلت. طيب كابتن، يعني احنا ايضا سمعنا ان الرواتب هي رواتب رمزيه لا تكفي اجور اللاعب. والله ما تكفي، اذا اقول لك يعني يا دوب تكفي الروحه والجهه. تعرف انت اللاعب يحتاج لاكين، يحتاج له يعني هواي امور، ملتزم مرات اكثر حتى التجهيزات احنا نشتريها. فما اعرف يعني حاسبيننا علينا، يعني كل واحد ايش قد ياخذ عباله، مش قد ياخذ ابو 200 او 250 300 اكثر شيء 500 الف ياخذ اللاعب. شو تكفي هذا؟ انت اكبر اصغر على تكفي 500 الف في الشهر. في سؤال اخير يعني كابتن، في حال لم تستجيب هذه الطلبات يستمرون في هذا الصف؟ اكيد، ومو بس يقضون على اللاعب وعلى عائله اللاعب، يعني حتى حرام، هذا الشيء حرام. روح اقرب دول عربيه، شوف اللاعب مميز، اللاعب مستحقاته، كل شيء متجهز متوفر له. عاصفه جديده تعصف بالرياضه العراقيه، عاصفه الاقصاء والتهميش، مظاهره رياضيه حافله سلميه. هؤلاء الابطال رفعوا اسم العراق، كل رياضي هو سفير في بلده، الرياضة هي سفيرة الأمم. هذا العلم العراقي رفعه هذا الرياضي، وانحنت له الهامات ورفعت له التحيات. هؤلاء الأبطال سجلوا الريكورد وسجلوا الأرقام القياسية العالمية، ونحن نستلم هذه الراية منهم، الرواد والمخضرمين والرياضيين. ماذا فعلوا هؤلاء وماذا جنوا لكي يحصلوا على هذا الانتاج؟ هل هذا جزاء الرياضة العراقية؟ هكذا تقطع رواتب الرياضيين والعاملين والموظفين؟ ألم تفكروا في أرزاق الأطفال وفي عوائلهم؟ ماذا جنوا لكي يحصل لهم هكذا؟ أشهر كيف تنزل لقمة في حلوقكم وفي أفواهكم، والناس جياع، والناس تنظر إلى الله سبحانه وتعالى ولأصحاب الكراسي فقط، جالسون على الكراسي ولا يفكرون بالناس ولا يفكرون بالمجتمع. الرياضي هو الوحيد الذي يصرف على الرياضة، وهو الرياضي الفقير، وهو صاحب الغيرة وصاحب النخوة وصاحب الشهامة. الرياضي يدفعون من جيوبهم طبعا، ويصرفون على الرياضة وينتظرون، والنتيجة لا شيء. وإلى متى يبقى الفساد ويستمر؟ الأمواج العالية ضربت حتى الرياضة العراقية. كفى تهميش وإقصاء، إلى هنا وكفى. يجب أن يسمع المسؤولون وينظرون بعين الاعتبار إلى هؤلاء الرياضيين والعوائل والنساء والموظفين والعاملين والمدربين، كلهم شريحة واحدة وكلهم كلمة واحدة تقول كفى للفساد وهلا بالرياضة العراقية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه التظاهرة انطلقت صباح اليوم من منتسبي وموظفي اتحادات الرياضية المنضوية تحت ظل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، والعاملين في مقر اللجنة الأولمبية، المطالبة بحقوقهم، المطالبة برواتبهم، المطالبة باستقلالية اللجنة الأولمبية، ليس لأنها ملك لأشخاص معينين، وإنما جميع زائلون. تبقى اللجنة الوطنية الأولمبية هي قائدة الرياضة، لذلك أتمنى أنه الجميع يفهم أنه اللجنة الأولمبية والوسط الرياضي غير قابل للتناحر السياسي، غير قابل للتناحر المذهبي، غير قابل للتناحر ما بين الفئات التي تريد أن تسيطر على الرياضة العراقية. الرياضة العراقية رياضة نقية، رياضة غير قابلة للتسييس، غير قابلة لأن تكون هناك عصابات، على الرغم من الشوائب هناك. البعض يحاول أن يربط اللجنة الأولمبية بعمليات فساد، يا ريت. وأنا أحد منتسبي اللجنة الأولمبية، أتمنى من أي واحد عنده ملف فساد على اللجنة الأولمبية أو على أي منتسب داخل اللجنة الأولمبية أو على أعضاء المكتب التنفيذي، بدءا من رعد حمودي وانتهاء لآخر عضو مكتب تنفيذي، أن يذهب للقضاء، وهو أمر حضاري
حتى ياخذ جزاء العادل، لكن الكلام مو اطلاق الكلام على عواهنا، اطلاق الكلام لمجرد الكلام، اطلاق الكلام لمجرد الظهور بالتلفاز. اعتقد انه هذه التظاهره هي تظاهره فرقت ما بين الحق والباطل، هذه تظاهره الحق لان كلها تشوف وجوه ما عندها اي استفاده غير راتب تعيش به عائلتها. فلذلك اتمنى من رئيس الوزراء، اتمنى من كل القائمين على الحكومه العراقيه ان تصف هذه الشريحه اللي هم مواطنين عراقيين اولا واخيرا، ما لهم ذنب انه تتاخر رواتبهم لمده شهرين، ما لهم ذنب ان يحاربوا بهذا الشكل. انا اعتقد اذا كان رئيس وزراء هو رئيس وزراء لكل العراقيين مو لفئه ولا فئه اخرى، اعتقد عليه اليوم أن يتخذ إجراء بهذه الساعة بهذه اللحظة. شكرا جزيلا حبيبي. أول مطالب نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، والبقاء لله على الرياضة العراقية بسبب وزير الشباب والرياضة الذي دمر الرياضة العراقية. موظفين اللجنة الأولمبية بدون رواتب منذ شهرين، زين يقبلها وزير الشباب والرياضة وهو راعي الفساد والمفسدين في وزارة الشباب والرياضة؟ هو الوزير راعي الفساد والمفسدين. يعني انت ذاك اليوم فلاح منفي قاعد يقول لك يا وزير الرياضه اكو مشروع وجاي يريدون من عند فلوس، وانت تعرف يعني تفتح تحقيق وياه، انت جاي تقطع رواتب هاي العالم الفقره، والله عيب عليك. والله تهذينا. انت مال وزير؟ انت مو مال وزير، انت مال عام البلديه كافي عليك والله. مطالبنا نطالب بحقوقنا، خلي يصرفون رواتب للموظفين، غيرها ماكو. زين؟ موظفين ذول لا حول ولا قوه، كلهم قاعدين بالايجارات وما يستحون على شواربهم، والله عيب عليهم. ناس ونساء وهذا قاطعين رواتبهم، شنو فخر انكم هاي تقولون عندنا ملف فساد؟ عندكم ملفات فساد عرضوها المفتش العام، عرضوها لجنة النزاهة، جاي تقطعوا رواتب الموظفين دي. الإعلام رحم الله والديك، انت والله تريد تستفاد روح عم استفاد، هسه انت غير تريد تبوك يا وزير الشباب روح بوك. انت جاي تقطع راتب هاي العالم الفقرة، تعال عم تعال، هذا الرجل الكادح يعني يقطعون راتبه؟ الله يقبل لكم. هاي نساء يقطعون رواتبها، شباب كلهم بالإيجارات. الناشد رئيس الوزراء وعضو البرلمان ورئيس الوزراء بحل مشكلة بين وزارة الشباب والأولمبية، أكو خلاف بين وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، إحنا موظفين اللجنة الأولمبية، شنو ذنبنا؟ صار شهرين ما يعطينا رواتب، شنو ذنبنا؟ الماخذين إحنا شنو؟ ولا ما يعطينا راتب؟ توقف كل النشاطات الرياضية. والنادي رعد حمودي الكابتن رعد حمودي ان ينسحب من اللجنه الاولمبيه دوليا وتوقف الرياضات والنشاطات الرياضيه والمنتخبات وبسبب وزير الرياضه والشباب. يلا ماشي 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 ماشي.